كما قلت، رغم أن الحديث على النقاط التي أفادت الكأس في النظام الأساسي متأخر ربما شيئا ما، اليوم ممكن تحدث على الأمور التي تم معالجتها في هذا النظام الأساسي، طبعا بفضل نضالات التشغيلات التعليمية وبفضل الحوار والمسار التفاوضي اللي خضناه كجامعة وطنية للتعليم رفقة النقابات الأكثر تمثيلية، ولكن لا بد من التذكير بها لأنها مهمة كذلك في هذا الشيء اللي تم الحل ديالو وتم معالجته داخل هذه المسودة التي سوف يتم يعني إصدارها نهائيا في 8 فبراير 2024. دونك كان المشكل ديال العقوبات اللي كان مجحف جدا، كان المشكل ديال عدد ساعات العمل اللي ما تحددتش، وديجا الأساتذة والأستاذات كانوا كيعانيوا من هذه النقطة ديال أن عدد ساعات العمل هي ساعات اللي هي كبيرة، ومهنة التدريس تتطلب واحد العمل في المنزل وواحد التصحيح ديال الفروض في المنزل إلى آخره، دونك كتطلب واحد العمل إضافي في المنزل. كذلك الزيادة في الأجور، أن هذا النظام الأساسي لم يأتي بأي زيادة في الأجور. مجموعة من المهام اللي كانت عند فئات أخرى اللي كان كيتم التوظيف ديالها الآن ما بقاش كيتم التوظيف ديالها، وتم هذا الملف هذه المهام تم إسنادها للأستاذ أو لا لفئات أخرى. دونك هادو هما أبرز يعني الملفات اللي كانوا واللي خرجوا نساء رجال التعليم للاحتجاج. طبعا اليوم في هذا النظام الأساسي الجديد تم إلغاء هذه العقوبات المجحفة، ولينا الآن كنهضروا على عقوبات اللي مستمدة من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، دونك ولينا بحال الموظفين العموميين في هذا الشق ديال العقوبات. هذا الشيء ديال ساعات العمل سوف يتم تحديده في نهاية السنة، لأن المديرية ديال المناهج والبرامج الدراسية مدعوة إلى تغيير البرامج، وبالتالي بناء على ذلك تلك البرامج غيتم يعني تحديد ساعات هذا. طبعا مع التأكيد النقابة تؤكد على أن هذوك الساعات خصهم يتنقصوا، لأن واحد الساعات اللي هي كبيرة جدا، وكاين عمل كيقوم به الأستاذ. نهضروا مثلا على الفئة ديال الابتدائي كتخدم 30 ساعة فقط في القسم، دونك الى مشاو للدار شحال من واحد العدد اللي هو كبير ديال الساعات، وبالتالي وجب على الوزاره مراجعه هذا العدد الساعات. دونك كاينه نيه ديال مراجعه هذا العدد الساعات، طبعا بالاستشاره مع قلنا مع مديريه المناهج والبرامج الدراسيه. كذلك بالنسبه للمهام تم تحديدها، مثلا الناس ديال التدريس تم تحديدها في التدريس وفي يعني في حراسات المباريات اللي هي داخليه، في حين ان كانت عندهم المواكبه والتوجيه المدرسي وكذلك المشاركه حتى في تنظيم المباريات اللي هي خارجه على قطاع التعليم. بمعنى اذا كان واحد المباراه ديال مثلا العدل خص الاستاذ يجي نهار الحد ويفطر من جيبو ويتغدى من جيبو باش يحرس واحد المباراه اللي هي خارجه على القطاع ديالو. دونك كانوا كاين كذلك الزياده في الاجور اللي تم الزياده ديالها في السلك الثانوي والاعدادي والابتدائي ب 1500 درهم، وكان كذلك تعويض اللي هو خاص بالناس ديال الثانوي عن الاطار وعن المهام في اطار ديال الثانوي التاهيلي اللي هو 500 درهم، بمعنى 2000 درهم للثانوي التاهيلي، 1500 الاعدادي و 1500 الابتدائي. والحكومه يعني في محضر 26 ابريل تم الاتفاق مع الحكومه طبعا كجامعه وكنقابه اكثر تمثيليه على مراجعه كذلك يعني على الزياده في الاجور مستقبلا لفئه الابتدائي والاعدادي بحالهم بحال الناس ديال الثانوي، طبعا لان ما يمكنش نفرقوا نقولوا هذا استاذ ديال الابتدائي، يعني الزياده خصها تكون شامله لجميع الاسلاك، ولا يمكن يعني الاستهانه بالعمل اللي كيقوم به الاستاذ ديال الثانوي الاعدادي او الاستاذ ديال الابتدائي مع استاذ اخر اللي هو في التعليم العالي او في التعليم الثانوي التاهيلي. دونك هذه مجموعه من الامور اللي اعتبرناها احنا ايجابيه في الجامعه الوطنيه للتعليم التوجه الديمقراطي، واللي خلاتنا يعني نختاروا اننا من جديد نشاركوا في هذا المسار التفاوضي مع الحكومه. وطبعا احنا مستمرون في هذا المسار التفاوضي الى غايه تحقيق
أقصى ما يمكن تحقيقه لفائدة نساء وجال التعليم. وكذلك شيء مهم هو أننا لم نوقع على أي سلم اجتماعي مع الوزارة. في حالة الوزارة لم توفي ولم تقوم بتنفيذ هذه الاتفاقات، طبعا سنضطر إلى الخروج طبعا من جديد إلى الخروج للشارع والدفاع على مطالب نساء ورجال التعليم العادلة والمشروعة. أنا بالنسبة لي وبالنسبة كذلك الرفاقي في الجامعة الوطنية للتعليم، أن زيادة ب1500 أو 2000 درهم هي ممكنة كما هو ممكن زيادة ب3000 درهم أو أكثر، لأن هناك ميزانية مخصصة لذلك والمغرب عنده فلوسه. دونك لكن طبعا هذه الزياده للاسف يعني لم ترقى حتى الوعد ديال البرنامج الحكومي. اليوم كنشوفوا حزب اللي كيترأس الحكومه وعد نساء ورجال التعليم بزياده ديال 2500 درهم. هذا الوعد اللي حطوه هذا الحزب في برنامج الحكومي، يعني رغم انه يتصدر الانتخابات واليوم هو على راس الحكومه ويقود الحكومه ويترأس الحكومه، لكن لم يعني ينفذ ما جاء في برنامجه الانتخابي. طبعا هي زيادة هزيلة، لكن بالنسبة لنا احنا اعتبرناها شيء مهم ومكسب جديد للشغيلة التعليمية، وبأن يعني الباب مفتوح يعني المطالبة بزيادات أخرى في المستقبل. هو أول شيء السيد وهبي قحم راسه في واحد المشكل اللي هو بعيد عليه قطاع التعليم بحكم مسؤوليته في الحكومة، كان آنذاك، وهذا التصريح كان في وقت مبكر من الحراك. وهنا غنرجع لك النقطة اللي قلت لك قبيلة، بأن كان بإمكان الحكومة أنها لو تجاوبت كان بإمكاننا أننا نربحوا شهرين من الزمن المدرسي المهدور والمتعلمين والمتعلمات، لكن للأسف ومن بين الأسباب هو هذه الخرجات الإعلامية اللي هي كانت غير موفقة لأعضاء الحكومة بما فيهم السيد وهبي. نساء وجال التعليم ما كيحاولوش يلووا ذراع الحكومة، الحكومة هي من حاولت لي ذراع الشعب المغربي وحاولت لي ذراع حق المتعلمين والمتعلمات والأسر في تعليم عمومي مجاني، وحرمتهم من أسدس دراسي بتعنتها. كان بإمكاننا هذا الشيء اللي وصلنا له اليوم في يناير في دوجنبير كان ممكن نوصلوا له في أكتوبر، كون كان واحد تجاوب سريع وكانت واحد الجدية واحد الإرادة سياسية في التفاعل مع مطالب نساء ورجال التعليم. بعد 3 أشهر عاد كتجي الحكومة وتعترف بهذه المطالب وبمشروعيتها وبعدالتها، وكان الوقت متأخر واضح. وأقول يعني أخيرا بأن من لي ذراع الدولة هي الحكومة الفاشلة التي لم تحاول تدبير هذا الملف يعني في الوقت اللي كان خصو يتدبر. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.